لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. وسط الدفاع لفونتين والرازا كان انتينانيا ثلاثي وسط الميدان ادريان ابيل انيسيت وامادا وثلاثي الهجوم نومان شناري اندريا تسيما واندريا. هذه هي اختيارات المدرب نيكولا ديبوي. قلنا مشاهدينا الكرام الحكم الكاميروني اليوم نيون 36 عام دولي منذ 2008 حضر في نهائيات كأس افريقيا للامم 2012 2013 2015 و2017 وطبعا هذه النهائيات الافريقية 2019. كاميروني مرياح يا مرياح اليوم لعب التغطية خطورة ملغشية لكرة الانترفال اوتا ياسين يدخل منطقة الجزاء واليوم يقول لا والف لا ما يسالش يلزم نلعبوهم. فرجاني في التغطية كنا خايفين عليه فرجاني قبل نهائي وصول انت وبكرة لوجدي يلا يا وجدي متحدي وجدي والركناية هيا ياسين هيا ياسين ودينا براون جيبوا لنا كرة رأسية مطرق مساكني وين الكرة تساوي فرجاني شوية بركة لعطانا أحلى الأماني فرجاني كالعادة يلعب بأربع عينين عنده الرؤية للكرة باتجاه ياسين والتصدي الدفاعي وين الموقف متسلل واضح لصالح الدفاع التونسي بدون خوف على النسور في هذه اللقطة. قلنا داعش ياسين يلا يا غيلان هات الكرة وين للحارس أدريان فرصة ممتازة للمنتخب التونسي. فرجاني يتدخل من يوسف فرجاني خنيسي طويلة 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 والحارس أدريان أمام ياسين الخنيسي مساكني كرة جميلة يقدمها المنتخب التونسي لكن مخالفة مخالفة يا يوسف وهذا لا صعبت عليه يا ياسين صعبت عليه ياسين لكن معليش هذه كل نقاط معنوية على الدفاع الملغاشي على التصوير رايعة شنو هذا يا وهبي كورة من زمن العمالقة كورة قوية أدريان بالرشاقة الملغاشية من خلال 10 مرات في دور ربع النهائي تأهلت تونس 3 مرات إلى دور نصف النهائي 1996 على حساب الكابون بركلات الترجيح 4-1 بعد نهاية المباراة. اللي عنده المساحة يوسع ومعز حسن في المتابعة ضربة مرمى لنزور قرداش. في المقابل المنتخب التونسي أخفق 6 مرات ولا لا يلا يا يوسف الحكم يطلب اللعب الحكم يطلب اللعب والفار والفرنسي ميو وينو 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 هجوم عكس معز حسن واحدة واحدة والمبيت الياس كرة يلا لا 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 كان بالامكان يا وجدي افضل بكثير مما كان. المنتخب التونسي طالب بركنية لم يكن متسلل وجدي كشريدة هذا وجدي كشريدة كشريدة يوزع مرة أخرى ضعنا فيها في قلب الدفاع الملغاشي دا ياسين الخنيسي يوسف من فخر الدين بني التصوير غدار غدار غيلان في الميدان صاروخية يا سلام هو غيلان القزري وين المطرقة وين المطرقة المطرقة ما جاتش لا ديلان براون ولا ياسين مريح ضيعوها الكرة رتبوا لنا الاولاد شنو هذا دينا براون ديلان براون يا رايع رجع بقوه على المهاجم اندريان سينا وينو يوسف يراوغ يوسف التسويب لكن سهل عند الحارس ادريان في كل مره نتهزوا الناس الكل هذه فرصه كبيره برا اسامه العداده
ترويض من مساكنة وفي هذه اللحظة رقم 32 لكم مني مشاهدينا كل عام أجمل تحية بانتظار العودة بكم عند ضربة بداية الشوط الثاني بعد الفاصل أعود بكم من جديد للزميل معز بنعيا ديواب الخضري الخضري جول جول هاي ملعبية الكيراتين لا يا حبيبي لا علاش الفرحة وما تمتش اقتلتونا بفرحة متر يساري المدافع الأيسر اليوزع أستر يا ستار أستر يا ستار أستر هذه كرة الأولى أعطونا فيها إنذار ومن أنذر فقد أعذر سخيري هذا المساكني صوب جول يا فرجاني يا فرجاني جول هاي المرة هذه باش نقولها يا الأولاد هاي ملعبية الكيراتين هذا مدوب الفيتامين فرحوا التونسيين فرحة كبيرة يا موريني في أريانا وبن سارت وسوسة وقبلي وكابس وتاتا وين وبنكردان وبرجت خضرة الآن الآن النصور يا سارت الجزيرة المرغشية ضربها تسونامي تونسي وما فهموهاش الضربة كيفاش وعبي يا دينا برون كورة وأدريان حارس هذه تونس المزيانة هذه تونس الفناء والحكم يخلي اللعب حدادي يوزع الركنية الركنية يا وخياني تونس تكوي كي لعدنان في هذا الميدان هذا الشيء نحبه يا سادة يا كرام شال المطرقة جي وكورة اي 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 كرات وهبي الخزري نار 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 يا حبيبي نار وتجبر اللاعب رقم اثنى كرة وهبي يلا وهبي وهبي غدارك يا وهبي توا ما يسالش مسموح لك ما دامنا حاطين ساقي لا جول 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 نار 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 تونس نار عيدنا عيدين يا توانسة عيدنا عيدين يا توانسة من بنزار تتوان هذه الفرحة اللي محتاجينها في تونس كل دار وكل قهوة وكل شارع وكل زنقة في التاكسيات في كل مكان رائد صغاريد شد بعضها في تونس الخضراء تونس تونس الشهامة تونس الولاء ترجع الكرة للمنتخب مدغشقر اللي خذا ثقة عاود رجع للثقة بعد الضربة القاضية في المرة الأولى والثانية أدريان